وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيد عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب. أهلا بك في نشرة الأخبار. وبداية سعادة النائب، كيف لمستم ردود الفعل الدولية من خلال استضافة مملكة البحرين لاجتماعات الجمعية العامة 46 بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي من حيث التنظيم والاستضافة؟ شكرا للاستضافة. أعتقد أن ما لمسناه حقيقة من الوفود المشاركة وأغلبية الوفود التي التقينا فيها، أعتقد يعني كان الإشادة كبيرة بحسن التنظيم وب يعني ما نظمته البحرين وما قامت به مملكة البحرين ممثلة في الشعب البرلمانية البحرينية من استعدادات جدا كبيرة، وأيضا لقت استحسان الجميع، وربما تكون يعني مرحلة مهمة في تاريخ البرلمان الدولي، لأن مثل هذا المؤتمر يعقد كثيرا في العام مرتين عادة، وعقد كثيرا في عدد من المدن العربية والعالمية، لكن هذه المرة تمت الإشادة بالبحرين تحديدا، لأن حسن التنظيم وأيضا يعني طبيعة الحوارات التي دارت وجديتها طغت على كل ما يمكن أن نتصور. وأعتقد أن استعداد البحرين هو المحور الأساسي الذي أشارت فيه جميع الوفود تقريبا. نعم. سعادة النائب، يعني ما كيف قراءتك لأبرز ما خرجت به الدورة من توصيات ما خرج به إعلان المنامة تحديدا؟ صحيح، حقيقة إن الشعار الرئيسي طبعا كما تعلمون يتعلق بالتعايش السلمي، وأعتقد أن هذا هو محور الحديث خلال الخمسة أيام أو الستة أيام الماضية من عمر المؤتمر، وأعتقد أن كان هناك حوار جدي ويعني على مستوى راقي جدا بين مختلف قارات العالم وبرلمانات العالم التي تواجدت في هذا البرلمان في هذا المؤتمر. وأعتقد أن الحوار كان يصب أن هذه التجربة تنعكس بطريقة أو بأخرى على تجربة البحرين في مسألة التعايش، والبحرين قدمت مثالا رائعا في هذا المؤتمر على ما يمكن أن يعني يكون عليه العالم في حال القبول بمبدأ التعايش السلمي. وأعتقد أن الجميع شاهد يعني عن قرب أن تجارب دول العالم التي قرأت في مسألة التعايش، بالإضافة للقضايا الأخرى الأساسية التي دار الحديث حولها حول المرأة والطفولة أيضا والبيئة وقضايا حقوق الإنسان وقضايا كثيرة عديدة تم طرحها على طاولة النقاش، كانت جميعها في جو من التوافق والألفة على الرغم من جدية ما طرح من موضوعات. نعم. سعادة السيد عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، شكرا جزيلا.